نهاية أسبوع يسكنها الرعب في حلب، فالغارات تلاحق الناس في بيوتهم ومخابئهم. سباق بين غارات روسية للتدمير وبين سيارات الإسعاف والدفاع المدني للإنقاذ. صاروخ حديث جدا يدمر بيوت الناس ويقتل فيها الأطفال، فيما الآليات القديمة تنقذ ما استطاعت من أرواح بريئة. براميل متفجرة أسقطها النظام على أحياء الفردوس والشعار ومساكن هنانو وغيرها من أحياء حلب. صواريخ ارتجاجية روسية استهدفت منطقة ريف المهندسين في ريف حلب الغربي أيضا. يا مجلس الأمن، يا مجلس عصابي أنتو، بس ما نشكى أمرنا غير الله. إيش وين؟ إيش في هون؟ إيش في هون؟ مدنية الأطفال أخيو. بعض الأطفال ينجون من كارثة انهيار بيوتهم جراء الصواريخ الارتجاجية، وأطفال آخرون لا يسعفهم الحظ فيموتون تحت الردم، فلا نرى صدمة النجاة على وجوههم. نهاية الأسبوع في حلب تشبه بدايته، لا مجال لفتح أبواب المدارس، فالقصف دمر معظمها والخوف يسكن قلوب الأطفال، كما سكنوا هم المستشفيات أو انتهوا إلى المقابر. عمر حرقوس، العربية.